غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو الو سلام ونعمة. ايوه ايوه بن سوار. مين معي؟ معك ابو مريم من امريكا. كنا ابو مريم كنا عاوزين ناخد بركه بس ونكلم سعاده رئيس الاساقفه باسيليوس منصور. خليك معي دقيقه. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. ممكن اعرف انتوا مين؟ انا اسمي ابو مريم بتكلم من امريكا بس كنا عاوزين ناخد بركه ونكلم سعادة رئيس الأساقفة فقط. الرب يباركك. والله حاليا ما أنا موجود، أنا بس بدي أسجل منك معلومات من شان أخذوه بس يجي. طب مين حضرتك؟ هل حضرتك السكرتارية أنا ناخد بركة يعني؟ أيوة قل لي شو بتحب نخبر لسي بس يجي من نخبرهم إحنا. طيب ممكن ناخد بركة بس أعرف اسم حضرتك إيه لو تكرمت؟ طيب عاوز احكي اعطيك شي اخوي من هون تحكي معه؟ بس مين هتديني مين حضرتك؟ اتفضل مع حضرتك. لو في طيب دقيقة لو اسقف او رئيس يعني واتفر اتفضل. هللويا بريز ذا لورد. هللويا هللويا هللويا. هللويا انديد كورس انديد ابسولوتلي. الو مع حضرتك؟ ايوه سلام ونعمة. مين؟ مريم؟ ايوه مين معايا؟ سلام عليك. انتوا يعني محطة ولا شو؟ بس بدي سجل معلومات هون عشان لا لا انا شخص انا شخص مش محطة ولا شيء. انا شخص عايش في امريكا. صديق؟ نعم. صديق لسيدنا يعني؟ اكسكيوز مي؟ يعني انت صديق؟ انا عاوز حضرتك اخد بركه ونتكلم مع سعاده رئيس الاساقفه. حضرتك بتقول ممكن في حد تاني يتكلم معاك؟ اتفضل. مين شوف مين هيتكلم معايا. انت صديق ليه يعني؟ لا انا عاوز انا عاملها مفاجاه. لا عاملها له مفاجاه يعني. نعم. طيب حضرتك ما انا جرب بوقت تاني تحكي. ما انت حضرتك قلت لي هتحولنا على شخص اخر. ما فيش حد لانه هون هلا الساعة 10 المساء. طب معذرة يعني حضرتك خادم ولا مجرد سكرتير بس؟ بتحكي حضرتك سكرتير ولا؟ انا شغيل هون. يعني مش سكرتير او شيء؟ ماني سكرتير. طيب لا طب بس حضرتك بدك تحكي بالنهار الصبح. طيب او شيء تترك شيء مسج لسيدنا او شيء هون تكا. طيب ممكن ناخد بركة اعرف بتكلم مع مين لو تكرمت؟ انا هون بشتغل. انا عارف. I know اسمك اسم حضرتك ايه؟ ايليا. اسم جميل جدا ايليا. استاذ ايليا انت حضرتك عندك فكرة على الكتاب المقدس؟ انت حضرتك راجل مسيحي يعني روم ارثوذكس، عندك فكرة ولا انت حضرتك ما عندك فكرة على الكتاب؟ لا
ايه بس انا شو فيني اخدمك؟ انا بس انت ما بدك هي، انا برايي جرب تحكي بوقت تاني. لا انا بسال حضرتك كراجل مسيحي، يعني عندك فكره واستبصرت منك على شيء ولا ما تعرف؟ طبعا طبعا، بس ليش عم تسالني يعني؟ عشان عاوز استفسر من حضرتك استفسار، انت بتعبد يسوع صح؟ هل في نص في الانجيل يسوع طلب العباده له؟ انت بتؤمن يسوع هو الله؟ يا اخ انا ما انا ماني يا اخ انا ماني رجل دين لحتى اقعد اشرح له. انا مش عاوزك تشرح لي، انا عاوز نص، انا عاوز نص من الانجيل بس. طيب اذا بتحب تجرب بوقت ثاني مثل ما بدك. شكرا، مع السلامه. انا بس عاوز اقول لك حاجه قبل ما اقفل، بس الكتاب المقدس يقول كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى هيسالك، مش هتقول له كلم رئيس الاساقفه او الكاهن او الاسقف، انت هتجاوب انت. فتاكد ان انت على اليقين، لان انت بتعبد انسان، انسان يقول انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا الانسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتورس وفي الاخر مات. فراجع نفسك، لان انت لو مت على هذا الشرك خالد مخلد في النار. شكرا يا استاذ ايليا، فكر في الكلام. ممكن تعمل بحث في الانترنت عن وسام عبد الله. وسام عبد الله هتسمع اتصالات مناظرات مع جميع اطراف المسيحيه. شكرا جدا، مع السلامه. كان معانا اللواء مباشره الان الاستاذ ايليا. استاذ ايليا هو سكرتير رئيس الاساقفه باسيليوس منصور، رئيس الاساقفه باسيليوس منصور تبع الروم الارثوذكس في لبنان. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله اكبر، تكبير كل تكبير. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء.